هادشي اللي كنشوفو حنا وما باغيناش نقاومو. بصح عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هادشي هذا مزيان يشوفو الشعب. ايوا نتمنى، رحنا حنا كنتفرجوا، رحنا على برا ممنوعين ندخلوا لبلادنا. اسمعتوا التاليه ها. اجيت شوف يا ولد بلادي واش راه يصرى في المغرب. اجيت شوف يا ولد بلادي، مروكيه حره او مغربيه حره مقيمه في اوروبا تتكلم كلام يعجز عن قوله رجال بالمملكة، رجال بالمروك. يعني كتشوف النساء أصبحنا يتكلمنا في أمور الشعب المغربي والرجال في المروك ساكتين. هنا عرف باللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرب اللي صاي الشعب أصبح كما قال لك راضي على كلش، راضي على كلش، ما يقدرش حتى يخرج يقول أنا بنت لي غادي عاش الملك وغادي يزيدوا يمنعوها عليكم. ما يقدرش الشعب يخرج ويعارض ولا يهدر ولا يوصل ميساج ولا، وإذا وصل ميساج الشعب المروكي، إذا وصل ميساج لازم تكون متبوعة بكلمة عاش الملك. شوف شو معايا هذه المروكية الحرة، شوف نقطرة برجلي أنا كعارني ما تخرجش معك. أول حاجة فهمتي هنا هذا الباشا نتاعهم ولا ما على باليش كيسموه المخزاني، عجب يعطيهم أمر لإخلاء السكن. غادي نديهم غنفسرهم. المسؤولين اللامسؤولين الغير شرعيين اللي راكم عندنا في البلاد، اللي بعتوا البلاد للصح وراكم تعطيو الجنسيه البراني، ماذا بكم تقضيو على الشعب المغربي العرق المغربي باش تجيبوا تعمروه بالبراني؟ حنا عارفين لو بلون كاليرجي شنو هو، يعني راكم ديروا اباده جماعيه للشعب المغربي. والله هذه المغربيه كتعجبني ماشي من ناحيه الطاكوس، هذه المغربيه كتعجبني من ناحيه الاقوال ديالها والشجاعه ديالها والكلمة الحق اللي كتقولها في وجه النظام المغربي. هذه المغربية 10 ديال كيفها كما يقولوا في المغرب، 10 كيفها في المغرب، ربما مقاطعة أو 5 مقاطعات تتحرر من العبودية. هذه المغربية الحرة والله العظيم لو كان كل مروكي، ما نقولش كل، يعني بعض المراكي يكونوا كيفها في فصحة اللسان وفي في كلمة قول كلمة الحق، الله العظيم لتشاهدون جمهورية مغربية. هذه المغربية منعوها من دخول التراب المغربي لأنها تقول كلمة الحق. أسمع هادشي اللي كنشوفو حنا وما باغيناش نقاومو. بصح عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هادشي هذا مزيان يشوفو الشعب. ايوا نتمنى، رحنا حنا كنتفرجوا، رحنا على برا ممنوعين ندخلوا لبلادنا. اسمعتوا التاليه ها، ممنوعه من دخول المغرب لانها كتقول كلمه الحق، لانها كتدافع على ارضها وارض يماها وارض باباها لكي يخرجهم المخزن والنظام المخزني من ديورهم، كيخرجهم من ديورهم باه يمدها لناس واحد اخرين لا علاقه لهم بتلك الارض. هذه مغربيه حره شافت امها وابوها وخوتها يخرج فيهم النظام ديال المخزن من الارض نتاعهم ومن السكن نتاعهم، كلها قلبها منعت من دخول المغرب. حيت كندافعوا عليها، حيت كنهضروا على هذا الشيء هذا. حبيت ضروري انت سيبها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف شوفوا شوفوا المعيشة، شوفوا شوفوا الحبوبة الكحلة اللي راهم عايشين فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد يجي مروك يقول لك البنية التحتية، وحنا كنا نخدموا سيارات، وجي عاير جزائريين بالعدس واللوبيا والحليب. شوفوا 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 لا حول. اما لو كان كنا في بلادنا هاد الساعة هادي كون احنا واقفين، كنقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل، لن نسمح ولن ننسى. مغربية بألف رجل، مغربية حرة بألف رجل. هذه المغربية كنشوف فيها مناضلة بألف رجل. وهذه ما هذا الكلام اللي نقول فيه ما كيعجبش بعض المخاربة، بعض المرار كم يعجبهمش، لأنهم كيشوفوا واحدة كيمن هذه تتكلم في كلام الحق وتعارض في الملك ديالهم وفي النظام ديالهم. أما مع العلم أنا يشوف فيها تعارض راح تقول في كلمة الحق، يشوفوا فيها خائنة ويقولوا لها خائنة الوطن وخائنة البلاد وخائنة دينك وخائنة كذا وكذا. وشفناهم شفناهم اللي يتكلم كلمة الحق في المغرب يرجعوه خائن الوطن ويرجعوه خائن كذا. حول ولا قوة إلا بالله. تهجير المغاربة من ديارهم إلى أين؟ الله أعلم. إن شاء الله إن شاء الله يخرجوا رجال ونساء حرات يدافعن عن المغرب ضد هذا النظام الملكي اللي راه يهجر في السكان. مع سنة نقول من غير حسبنا الله ونعم الوكيل. وعاش سيدنا، عاش سيدنا رضى علينا، عاش سيدنا رضى علينا، عاش سيدنا. السلام عليكم.